لاني انا اختي بتتعرض لعصابه، اقسم بالله لعصابه، وحاطط لها ابلكيشن تجسس على الموبايل، واحده صاحبتها مش عايزه اقول اسمها، وجايبه لها شيخه وحاجات كده يا دكتور، وحاجات كده يا استاذ عمرو، حاجات مريبه، والشيخه دي بتاخد منها ببعت الالاف. بيان عاجل من نقابة المهن الموسيقية على قطع قدم شيرين عبد الوهاب بعد انزلاقها من على السلم. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. بحسب ما نقلته صحيفة الوطن المصرية، كما ذكرت مصادر أن شيرين عبد الوهاب تعمل على إنهاء إجراءات سفرها للخارج بأسرع وقت ممكن، حيث من المقرر أن تسافر في غضون ساعات أو أيام قليلة للقيام بجراحة عاجلة لإصابة الرباط الصليبي. وتم التجديد على شيرين عبد الوهاب بعدم الإفراط في الحركة حتى إكمال إجراءات السفر. يذكر أن الإصابة جاءت لصاحبتي كلها غيرانة في وقت كانت تستعد فيه لانطلاقة فنية جديدة بعد سنوات من الغياب عن الوسط الفني، كما أغلقت باب الأزمات مع زوجها السابق حسام حبيب بإعلان التصالح في القضايا المتبادلة بينهما. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. ما هو سبب انزلاق شيرين عبد الوهاب من على سلم منزلها؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.